الطيران ومواجهة الإرهاب. ورئيس الوزراء الهندي: مشاركة مصر في قمة العشرين إضافة وستثري نتائجها. ووزير الصناعة يعلن إقامة مدينة طبية باستثمارات هندية تصل لواحد وستة من عشرة مليار دولار. مصر للطيران تسير 20 رحلة لنقل آخر أفواج حجاج بيت الله الحرام للأراضي المقدسة. ووزير الأوقاف يحذر من استخدام السياسة أو الشعارات السياسية في ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك. والحكومة المصرية تعلن خطة متكاملة للنهوض بالغزل والنسيج ومضاعفة حجم الصادرات.